متابعيني أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة، ومعاكم دكتورة إيريني أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. والنهاردة هكلمكم في حاجة في صميم تخصصي، حاجة بسيطة لكنها مهمة جدا وهتنقذ الضرس أو السنة بالنسبة للشخص اللي مثلا عمل حادثة والضرس بتاعه أو السنة وقعت بالكامل أو اتخلعت بالكامل، مش اتكسر منها حتة، دي وقعت بالكامل بالجدر بتاعها، أو حد بيلعب رياضة عنيفة وحصل نفس الموقف. نعمل إيه علشان نروح لطبيب الأسنان بيها محفوظة بطريقة سليمة اللي بيها طبيب الأسنان يقدر يعالجها ويحطها تاني في مكانها ونحتفظ بيها وتقضي معانا وقت؟ طيب، أول حاجة لو أنت شخص بالغ كبير وتقدر تحطها في مكانها تاني، ترجعها مش متشقلبة طبعا لأن ليها عدلة، أوكي مفيش مشكلة. طيب، التعليمات اللي تمسكها إزاي؟ هتمسكها من التاج مش من الجدر، مش من الجزء اللي بيخش جوه العظم، هتمسكها من الجزء اللي هو بيبقى ظاهر في الفم اللي هي الحتة دي، هتمسكها من الأرض بالجزء دوت، وما تلمسش الجدر تماما لان انت كده هتقطع الاربطه بتاعت الجدر اللي بيها هنعتمد ان هي تمسك بعد كده في عظم الفك. ما بننظفهاش ولا بايدينا ولا بمنديل ولا بميه، حتى لو فيها تراب، حتى لو مش نظيفه، حتى لو عليها جلطه دمويه، حتى لو عليها حته منديل، ما بننظفهاش خالص، ما بنحاولش نمسك الجدر تماما. طيب، قدرت تحطها في مكانها بعدلتها المظبوطة، اوكي حطها واضغط عليها بحتة شاشة وروح توجه لطبيب الأسنان. طيب، لو مش عارف ممكن تحطها تحفظها تحت لسانك من غير طبعا ما تعض عليها او تكسرها او تبوظها، بتحطها بتحفظها في مكان فيه لعاب اللي هو تحت اللسان في البق، تروح لطبيب الأسنان. طبعا الحل ده مش متناسب مع الأطفال لأن ممكن يستنشقها، يبلعها، يشرق منها، خطر، أو للبالغ اللي مش هيقدر يعمل كده. طيب، يبقى الحل إن احنا نحفظها علشان نروح بيها لطبيب الأسنان. عندنا طرق كتير للحفظ، والكلام ده لازم يبقى بسرعة خلال ساعة بالكتير تكون طبيب الأسنان ماسكها وبيرجعها في بقك، خلال ساعة بالكتير طبعا. لو أسرع، لو كل ما يكون أسرع كل ما يكون أحسن. طيب، زي ما اتفقنا هنمسكها من التاج ومش هنلمس الجدر ومش هننظفها، هنحطها زي ما هي في كوباية صغيرة وفيها اللعاب بتاعي. يعني أنا همسك كوباية صغيرة هقعد أبصق فيها، أتف فيها لعاب بتاعي. اللعاب بتاعي ده هو احسن مكان يحفظ فيه السنه بتاعتي، يبقى انا هفضل اتف او ابصق في الكوبايه ديت لغايه لما املى جزء منها واحط السنه جواها واحفظها واروح بيها لطبيب الاسنان. الحل اللي احسن كمان لو انا في الصيدليه جنبي ومتاح صيدليه جنبي سريعا، هخش اقول لهم عايزه صندوق حفظ الاسنان، بتبقى زي علبه صغيره فيها محلول مخصوص مغذي للاسنان، هتحط فيه السنه وهتقفل وتتوجه لطبيب الاسنان. طب ما فيش ولا ده ولا ده ولا متاح، همسك محلول ملحي، هشتري من الصيدليه محلول ملحي وهملى الكوبايه بتاعتي وهسقط فيها السنه، يبقى انا كده حفظتها وبسرعه على طبيب الاسنان. ممكن ايه تاني؟ ممكن لبن دافي مش سخن، لبن دافي اللي هو زي ما بيسموه دمعه العين، يعني اللي هو دافي زي دمعه العين كده دافي، ويكون اللبن خالي الدسم تماما، ويكون متبستر متعقم اللي هو العلب المبسترة من مكان موثوق فيه ومحترم، دي برضو ممكن أملى وأحط فيها السنة بتاعتي لغاية لما أروح بسرعة لطبيب الأسنان. طيب، طبيب الأسنان هيعمل إيه؟ هيمسكها بطريقة معينة طبعا من التاج، مش هيلمس الجدر خالص، هينظفها بمعرفته وبطريقته، وبعد كده هيعمل لها علاج عصب وهي بره. الأفضل إن هو يعمل لها العلاج العصب وهي بره، وبعد كده بوضعها السليم هيحطها لأن ليها عدلة معينة والضروس ليها عدلة معينة بيتحط، وهيحط لها زي دعامة وهيديك تعليمات تمشي عليها علشان السنة أو الضرس يثبت في عظام الفك، ويبتدي الأربطة اللي احنا حافظنا عليها تبتدي تربط تاني مع عظم الفك وتمسك كويس. لو انت إنسان بالغ أو كبير، طبيب الأسنان هيحدد لك الوقت المسموح بيه إنك تعمل طربوش أو كراون
لازم كراون للسنة ديت، لأن السنة دي معمول لها علاج عصب فبقت هشة، لأن متشال منها الأعصاب، متشال منها الأوعية الدموية المغذية، متشال منها الإحساس، ومرت بظروف، يبقى لازم نغطيها بكراون أو بطربوش أو بتاج الأسنان علشان ما تتكسرش وتبقى معرضة للكسر ونخسرها تاني. يبقى لازم نحافظ عليها، أنقذناها المرة الأولانية يبقى نحافظ عليها ونكمل جميلنا لغاية الآخر. طيب لو بالنسبة لو طفل، الطبيب برضو بيديله التعليمات ان هو يحافظ على السنة ديت، ولما بيبلغ شوية، يعني بيبلغ سن 17 16 18 ممكن كمان، ممكن لما يكبر شوية يركب له عليها الكراون او الطربوش، لان الطربوش مع السن الصغير مش بيتغير مقاساته واللثة بتنزل، يعني برضه حسب ما طبيب الأسنان يشوف ممكن يركب له زي طربوش مؤقت أو يغيره لما يكبر، أو لما يكبر يعمل طربوش كويس. أتمنى تكون حلقة النهاردة استفدتم منها. يبقى الأسنان زيها زي العضو المبتور. العضو المبتور لما يعني لا قدر الله حصل حد مثلا صباعه اتقطع أو حاجة، هعمل لكم حلقة برضو مخصوص ازاي نحافظ على العضو المبتور لغاية لما، او اللي اتقطع في حادثة لا قدر الله او حاجة، لغاية لما نوصل بيه للطبيب نشوف فيه عملية او يرجع زي ما كان او يحصل هيلينج. فنفس الكلام بالنسبة للأسنان. أتمنى تكون حلقتي دي مفيدة، ويعني كل واحد يشيل بقى في جيبه محلول ملحي وهو ماشي لا قدر الله لو حصل حاجة. لا طبعا بهرج، بس يعني دي طبعا بمثابة توعية، ان لو السن او الضرس وقعوا ما نتخضش ونتعامل معاها بكل بساطة وبكل هدوء، وناخدها زي ما قلت لكم في الطريقة. مش هطول معاكم، لو الفيديو استفدتم منه اعملوا لايك، مشاركة، سبسكرايب، يعني اشتراك في القناة، ده مهم بيكبر قناتي وبيخليها متشافة اكتر، ده بيبسطني وبيفرحني، واستشاراتكم الطبية كلها برد عليها في صندوق التعليقات. مش هطول عليكم، تمنياتي بدوام الصحة والعافية للجميع، واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.